أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية اختصوا الوضع القانوني لمدينة القدس. هذا وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها. ولقد اختص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية، وكما لم يختص مدينة من قبل، الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة. وانتهاءا بتأكيد مجلس الأمن الدولي عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض. في هذا السياق تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصة للمسلمين. وتعيد مصر التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.